اسمي زهراء أحمد آل شبر من إدارة منطقة الشرقية. صراحة هو شعور لا يوصف، لكن إذا كان في كلمة واحدة هو الشغف. طبعاً إحنا جينا عند موهبة وعند إبداع، وكان عندنا شغف للعلوم والبحث العلمي، ويوم جينا إبداع وفزنا الحمد لله، والحين رايحين آيسف أحس بالشغف الأكثر، إن يمديني إن أشوف ناس من مناطق عالمية، من الصين، من أمريكا، من اليابان، من الهند، وكلهم عندهم شغف للعلم، وأحس بالفخر لكل الناس ولأهلي ولموهبة ولجامعة الملك عبدالله اللي ساعدتني في بحثي، والشغف يعني كبير جداً. المشاركة في آيسف هو شيء يعني لا يحصل إلا مرة واحدة في العمر، وأحس إن طموحنا إنه يعني نستمتع بالرحلة ونتعرف على الناس الآخرين من كثرة الدول. مشروعي هو الـ Upregulation of Innate Immune Response Genes in a SARS-CoV-2 Nuclear Capsid Dependent Manner. طبعاً كلنا نعرف عن كورونا، وأول ما رحت لجامعة كاوست تعرفت على التيم اللي اشتغلت معاهم. طبعاً هم اشتغلوا على مشروع كان يبحث عن سبب ظهور يعني أمراض كثيرة لناس يعني طبيعيين يعني شباب راحوا المستشفى لسبب كورونا، فشافوا إن كان في زيادة في عدد الأمراض بسبب هذا، وطرقت لبحثي بسبب هذا البحث، وكنا ندور عن سبب ظهور هذه الأمراض. طبعاً أول شيء أمي كانت تساعدني أكثر شيء، من أوائل المتوسط حاولت إني أشارك في بدعم مشروع بسيط، والحمد لله يعني موهبة ساعدتني إن أوصل لأسرسايد كاوس، وساعدني المنتور حقي دكتور أنا بين ودكتور محمد شعيب، وأخيراً موهبة ساعدتني أكثر شيء اللي أوصلها لهذه المرحلة، وإن لا تخلي التوتر يجي لك. في كثير ناس كانت عندهم مشاريع قوية جداً لكن توتروا وقت العرض ووقت التحكيم، فصار مشروعهم يعني ما يبين كثرة شغفهم، وعرضهم ما كان يبين تعبهم اللي قاعدوا على مشروعهم. فأنا أقول إن أهم شيء إن ما تخلي التوتر يجي لك. نوعدهم بالفوز إن شاء الله، ونخلي الوطن فخور بنا.